أسعدتم أوقاتا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من برنامج ملف خاص نخصصه لنسبة النمو التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من هذا العام، والتي استقرت عند 2.9% رغم تراجع القطاع الزراعي مقابل تحسن عدد من القطاعات الثانوية وتعزيز قطاع الخدمات. هذا وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الظرفية أن القطاعات خارج المسار الزراعي من المتوقع أن تستمر في تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الثاني من السنة الجارية، إلا أن تراجع الأنشطة الفلاحية سيؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي الوطني إلى 2.7% على أساس سنوي. متابعة لهذا الموضوع يسعدنا أن يحضر معنا هنا في الأستوديو والأستاذ إدريس علاوي الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ إيمان، أهلا وسهلا أستاذ جدري، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين الكرام. أهلا بك. أرحب وسبقني إلى ذلك، أرحب سبقني الأستاذ إدريس علاوي، أرحب بالأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي. أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. وينضم إلينا عبر تقنية سكايب من الدار البيضاء الأستاذ الطيب عيسى الخبير المالي والاقتصادي. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا جميعا. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. سأبدأ بالتفاعل مع الرقم ربما الأبرز الذي جاء ضمن هذه النشرة أو المذكرة الظرفية للمندوبية السامية للتخطيط. أبدأ معك أستاذ إدريس علاوي، 2.9% نسبة النمو للربع الأول من هذا العام، كيف تقرؤون هذا الرقم وأين نحن من نسب النمو المتوقعة والتي أعدت على أساسها لا موازنة العام الجاري ولا العديد من القرارات التي تم اتخاذها؟ صحيح أستاذ إيمان، فيعني هذا الرقم يدل على أنه ما يمكنش لنا أننا نوصله للأسف للتوقعات اللي جات في قانون المالية لسنة 2024، لأن معدل النمو اللي كاين في قانون المالية لسنة 2024 هو 3.7 سنويا، أيضا لسنة 2025 هو 3.5 سنويا. وبالتالي فاليوم احنا دائما نقولها بأن الاقتصاد الوطني والنمو ديال الاقتصاد الوطني دائما مرتبط بما تجود به السماء يعني من الأمطار. وبالتالي فمنذ بداية السنة 2024 كانت هناك من طبيعة الحال تساقطات مطرية قليلة، وبالتالي فهذا الشيء يعني يؤدي بشكل أوتوماتيكي أنه ما يمكنش أننا نحققوا حد نسبة نمو مهمة جدا، لأنه يعني القطاع الفلاحي له الكلمة مركزي في الاقتصاد الوطني. فرغم أنه يعني القطاع الغير الفلاحي تنعرفوا بأنه هذا هو يعني الشق الجميل يعني في الاقتصاد الوطني، هو هناك هذاك يعني لا كومبليمونتاريتي ولا بأنه تكامل أو التعويض ديال القطاعات الأخرى، لأنه اليوم تنشوفوا بأن القطاعات الأخرى يعني كان هناك واحد الارتفاع ديال 3.5 او 4%، وبالتالي فربما كان يعني النمو يكون اقل من 2.9% لو لم يعني القطاعات الاخرى ما حققتش هذا الارتفاع. اليوم استاذتي الكريمه ما يعني يطرح تساؤلات كبيره جدا، هو انه اليوم نعرف بان يعني الاشكاليه ديال الجفاف هو مشكل بنيوي ومشكل يعني هيكلي. فانا اتساءل اليوم علاش يعني لمده 3 سنوات 4 سنوات دائما في التوقعات تنديروا 75 مليون قنطار يعني من كمحصول زراعي، رغم انه يعني يعني بشكل بسيط جدا هو انه ممكن ناخذ غير السنوات الاخيره، 3 سنوات الاخيره والاربع سنوات كانت عندنا 35 مليون قنطار، كانت عندنا يعني في 2021 كسنه ما نقولوش مرجعيه ولكن اللي كان 103 مليون ديال القنطار، السنه ديال 2023 55. فاليوم علاش واش ماشي يكون يعني قران منزل هذيك 75 يعني 75 مليون قنطار سنويا. اليوم ايضا هذا التساؤل كيحيلنا الحوايج وحدين اخرين، اللي هما انه واش ما عندناش الامكانيه انه في هذاك التقييم ديال القطاعات ولا بيرفورمانس ديال القطاعات واش ما كاينش الامكانيه انه نديروا التصورات ديالنا على اساس في أسوأ الحالات وفي احسن الحالات. على الاقل اليوم تنعرفوا بانه 3 على 5 سنوات غادي يكون عندنا جفاف، وبالتالي فقانون الماليه على الاقل انه نديروا يكونوا فيه جوج ديال السيناريوهات يعني جوج ديال السيناريوهات يعني في اقل تقدير ها شنو غنديروا، في اكثر تقدير ها شنو ممكن يدار. اليوم اللي
أكيد هو أنه الحكومة عارفة الإشكالية، اللي أكيد هو أنه الحكومة واخذة بعين الاعتبار بأنه هذا المشكل ما غيتحلش غالبا، يعني الإشكالية ديال الجفاف حتى 2029 2030، وبالتالي فمن يعني من الضروري جدا انه من هنا ل 2030 شنا هما الاجراءات اللي غادي نديروه. فاش كنديروا هذيك الفوارق ديال، لان فاش تيكون التوقعات مثلا عندي 4% في النمو الاقتصادي وتنحقق 3%، راه نقطه يعني كنقص، نقطه راه الى ترجمناها راه 15 مليار ولا 20 مليار ديال الذهب، منين غنجيبها؟ منين غادي نجيبها؟ يعني كمبالغ مهمه جدا. اليوم واش ما كايناش الامكانيه اننا نوصلوا؟ هذا هو السؤال الجوهري. ال 4% بواحد يعني موسم فلاحي اللي هو يكون ضعيف، هذا هو السؤال الجوهري اللي ربما طيب انه ربما هذا السؤال كل واحد في الضيوف الكرام غادي يطرحه بطريقته الخاصه، وهذا هو السؤال. يعني لماذا علاش يعني هذا المركزيه ديال القطاع الفلاحي، واش ما قادرينش نفسيا نتخلصوا من هذا التصور ديال ان المغرب بلد فلاحي واقتصاده يعتمد على الفلاحه؟ كل المؤشرات تقول بانه كاين وضعية صعبة نجتازوها، مازالين يعني القطاع ديال الزراعة مرهون بشح السماء بكرم السماء أو شحها، في نفس الوقت كنديروا توقعاتنا وعلى أساسها كنديروا موازنة ديالنا، وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فإذا به عندنا التوقع أو التطلع أو الآمال هي تقريبا في حدود 4%، وكتجينا النتيجة 2.9، ونقدروا ربما تكون هذه النتيجة أقل على أساس سنوي. كاين توقع ديال 2.7 هي اللي نقدروا نديروها في سنة 2024، علاش؟ واش مسألة نفسية خاصنا نضربوا؟ لا ماشي مسألة نفسية، دابا باش يعني نحطوا الأمور في السياق ديالها ونبسطوها للمشاهد والمشاهدين الكرام، خاصنا نعرفوا بأن هذه أمور ما يمكنش أنها تغير بين عشية وضحاها، ما يمكنلكش أنك أنت يا يعني تعول كثيرا على القطاع الفلاحي وغتجي من واحد النهار وتقول غدا غنحيدوا القطاع الفلاحي وغنشوفوا حاجه اخرى. القطاع الفلاحي هو المشغل رقم واحد في المملكه المغربيه، كيدير واحد العمله صعبه اللي هي اساسيه، هو اللي كيزود السوق الوطنيه يعني بالخضار والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض ديال كل الامور، ولكن هادشي كله داخل في واحد السياق. احنا اليوم كنعيشوا واحد مرحله انتقاليه، لان احنا اليوم المرحله الانتقاليه ديالنا هي بغينا نتحكموا في السياده المائيه ديالنا ونتحكموا في السياده الطاقيه ديالنا، ولكن من هنايا لهذاك الوقت يعني كما قال الاستاذ دريس، من هنايا 2027 2028 منين نكملوا هذا الخيار الطريق ديال الماء ديالنا، حنا باقيين مرتهنين بالسخاء ديال السماء. الحكومه شنو كيوقع ليها هو ان كل سنه كتقول بان المغرب راه غيدير عامين واحد العام زوين، هذا العام غتصدق او ثاني راه حوالي 3 سنين واحد العام غندير واحد العام زوين، لان ما عمرنا ما دوزنا 4 سنين أو 5 سنين متابعه كل فيها تقريبا 6 سنوات ديال حقاش بهاد 6 سنوات كامله دوزنا فيها عام واحد مزيان، ورغم هذاك العام راه باقي اقل من المستوى. دابا واش نقول للمشاهد والمشاهدين واحد الحقيقه، راه المعدل التراكمي ديال الامطار ديالنا ديال سنه عاديه اخر مره حققناه 2018، من 2018 ست سنين ما بقينا جبنا المعدل، ما بقيناش جبنا المعدل ديال الماء. يعني حنا باقي واخا 2021 كانت فيها اكثر من 100 مليون قنطره من الحبوب، راه كنا اقل من المستوى ديال الماء ديالنا، وبالتالي اليوم حنايا الهدف ديالنا هو نحققوا واحد 3.7% ديال النمو، وكي حنا كنكونوا عارفين بان واحد جوج النقاط ولا واحد نقطه ونص على الاقل كنجيبوها من القيمه المضافه الفلاحيه. هاد السنه هذه للاسف كنشوف المساحه المزروعه هي اقل بكثير من السنه الماضيه. هاد السنه هذه في احسن حالاتنا غنحققوا واحد 25 مليون قنطره من الحبوب، وبالتالي فرق كبير جدا بين 25 مليون قنطره من الحبوب و75 اللي تضمنا في قانون الماليه سنه 2024. وبالتالي اليوم كنظن بان هذه الامور يكون عندها واحد الاثر اللي هو سلبي على النمو، على تزويد السوق الوطنيه من الحاجيات ديالها، على البطاله. وشفنا اليوم يعني الاس سي بي كتخرج واحد التقرير جديد كتقول فيه بان نسبة البطاله وصلت الى 13.7%، رقم غير مسبوق، رقم اللي هو غير مسبوق. وبالتالي كنظن بان اليوم انا كنظن بان حتى حققنا 3% او 4% راه بكل موضوعيه وبكل تجرد ماشي هي النسبه اللي خاص المغرب يمشي فيها. المغرب عنده واحد النموذج تنموي جديد، رؤيه 2035 اللي باغي ننتقلوا من 131 مليار ديال الدولار
في السنوات الماضيه الى 260 مليار دولار في افق 2035. هذا الرقم هذا خاصنا نحققوه بسرعات اللي هي مضطرده. خاصنا نمشيو ب 3-4% في مرحله اولى، حنا الان في المرحله الثانيه ديال التنزيل، وباقي كنديروا 3%، في حين اننا ممكن نقول بان خاصنا نوصلوا 5-6-7%. غير باش نكونوا واضحين، راه الا ما حليناش الاشكاليه ديال الماء والاشكاليه ديال الطاقه غنبقاو كنضرو بلاصتنا. ولا حققنا 3% خص كما كنقولوا بالدارجه ما يقولوا حد لحد. الا حققنا 3% بحلول نهايه العام الجاري ما يقولها حد لحد. سوا شريك ضيفي من الدار البيضاء الاستاذ طيب عيس، اريد منك انت ايضا استاذ ان تتفاعل مع هذا الرقم الذي تم الاعلان عنه 2.9% كمعدل نمو خلال الربع الاول من هذه السنه، مع تراجع لافت لي على مستوى القيمة المضافة للزراعة في العام الماضي خلال نفس الربع 6.9%، هذه السنة لم تتجاوز النسبة 3.9%. في الواقع يعني المغرب خص نفهموا أن المغرب خص يخرج من هذا الباراديغم ديال البلد الفلاحي. يعني كنعرفوا أن من الثمانينات القرن الماضي يعني التساقط التضاريك كتقاس بشكل كبير جدا في الاشكال اللي عندنا باش نفهموا هذه المساله هذه هي ان مازال عندنا 40% ديال الساكنه ديال المغرب كتسكن في العالم القروي، بينما هذه الفلاحه كلها لا تساهم الا ب 14%، بمعنى ان 40% ديال الساكنه تنتج 14% الناتج القومي المغربي. وهذا الاشكال هذا هو الذي يربي العمليه كلها من اصلها، وبالتالي ملي كتنقص تساقطات المطريه بشكل كبير كيولي عندنا اشكال على المستوى الاقتصادي ككل. والحل هذا الشيء هذا هو ان الفلاحه عندنا اقتصاد ديال العالم القروي، اقتصاد العالم القروي مبني على امور اخرى غير فلاحيه. يعني خصنا نطوروا الصناعات الخفيفه في العالم القروي، طوروا الصناعه التقليديه بشكل قوي، طوروا البنى التحتيه ديال العالم القروي خصها تطور بشكل كبير، بانت حقيقة يعني ضعف هذه البنى التحتية اللي كاينة في هذا العالم القروي. كذلك نطوروا صناعات جديدة في العالم القروي بحال مثلا الصناعات الرقمية. نعرف أن الشباب في العالم القروي ما شاء الله موجود ومستعد يشتغل هذه الصناعات الرقمية بشكل كبير جدا، ولكن خاصو فقط بنية تحتية، يعني هذاك الانترنت ديال او تي في ولا اوبتيك إلى آخره خاصها توصل له باش يشتغل ويخرج من هذيك اللي سميتو الفلاحه اللي هي مرتبطه، ونخلقوا ليه فرص حقيقيه للشغل للعمل. بهذا الشكل غنخلقوا يعني فرص في العالم القروي اللي هي كيضم 40% الساكنه، وهذا طبعا سيزيد من هذه النسبه ديال النمو. احنا فعلا احنا المغرب مطالب الان ان يصل الى ماشي فقط 3.7%، انما مطالب ان يصل الى 6-7% كما تفضل الاستاذ محمد. يعني خاص باش نوصلوا لهذا الشيء هذا لا يمكن ان يبقى هذاك الباراديغم ديال ان المغرب بلد فلاحي ويعتمد على الفلاح، لا بد من تغيير هذه النظره بشكل يعني نهائي وجذري باش نوصلوا لاقتصاد متوازن. الاقتصاد المتوازن، الصوت يصلنا بشكل متقطع، نتمنى أن تتجود الأمور أكثر في مداخلتكم المقبلة. أستاذ عيس، في مقابل هذا التراجع على مستوى القيمة المضافة للقطاع الزراعي، كانت هناك قطاعات أخرى حاولت أن تعوض يعني هذا النقص، وسجلت نسب نمو تسعد، يعني ربما أسعدتنا. ما هي طبيعة هذه القطاعات وما هي الظروف والشروط التي استفادت منها حتى تحقق نتائج إيجابية بإمكاننا أن نتمنها ونبني
عليها مستقبلا؟ القطاعات يعني اللي حققت يعني هذا النمو اللي يعني صوبت لنا هذاك التكامل ديال القطاع او النقص ديال خفت من الاشكاليه ديال القطاع الفلاحي هو القطاع ديال الخدمات والغير الفلاحيه. الخدمات ومن طبيعه الحال نتكلم ايضا على الصناعه، فحين نتكلم على صناعه السيارات على صناعه الطائرات فاليوم المغرب خصنا نقولوها هذو هما كيتسموا ديك لي فاكتور كلي دو سوكسي، يعني عندنا واحد ليكو سيستيم مفاتيح يعني بعض الامور اللي عندنا فيها واحد القوه ناعمه هو القطاع كيف ما قلت مثلا قطاع السيارات. فاليوم في سنه 2023 وصلنا 100 اكثر من 141 مليار ديال الدرهم الصادرات ديال قطاع السيارات. فهذه القطاعات ايضا يعني في قطاع الخدمات نعرفوا بان السياحه يعني حققت ارقام قياسيه سنه 2023. المغرب غادي بواحد الاستراتيجيه اننا نوصلوا ل 17.5 مليون سائح يعني سنه 2026، وبالتالي فاليوم هذه القطاعات هي اللي كتغطي على هذا فقدان هذه النقاط يعني في القطاع الفلاحي. اليوم ربما ايضا في قطاع ديال صناعه الطائرات يعني في قطاع الغيار، فهذا القطاع عنده واحد الدور مهم جدا انه يعني كيساهم باش اننا نخفوا من العبء كيف ما قلت ديال هذيك لابيرت ديال القطاع الفلاحي. وبالتالي فهاد القطاعات هذا هو السؤال علاش تسالت قبل قليل، واش ما عندناش الامكانيه انه اليوم نقلبوا كيف ما غاديين في الاستثمارات اننا نحيدوا يعني الاستثمارات العموميه نرجعوها لواحد فاصل واحد على ثلاثه، والخصوص او الاستثمارات في القطاع الخاص نمشيوا للثلثين يعني في افق سنه 2030. فاليوم واش ما كايناش الامكانيه اننا نخدموا على ديك الفوارق ونخدموا على هاد لي فاكتور كلي دو سيكسي ديالنا ديال هذيك القطاعات باش انه ونديروا فيها يعني مجهود ونستثمروا نديروا فيها مجهود ونعرفوا يعني مكامن القوى عندنا مكامن القوه باش اننا نزيدوا نطوروها. وإلا كانت اليوم عندنا يعني التوقعات انها غادي تطلع ب 4% نديروا توقعات ديال 5 و6% ونديروا يعني الاجراءات اللي غادي نحقق بهذا باش انه ممكن في اخر المطاف انني نمشي في اتجاه انه اقتصاد على الاقل نقد الميزان، لانه في التوقعات ديال سنه 2024 في القطاع الفلاحي نقول بانه غادي نديروا 6% وفي القطاع يعني الغير الفلاحي تنقولوا غادي نديروا 3.5 حتى 4%، وهذا الشيء اللي غيعطينا ذاك النمو الاقتصادي ديال 3.7. اجي نقلبوا المعادله ماشي غادي نقلبوها، واش ما كايناش الامكانيه اننا نفكروا بطريقه اخرى بانه هذيك القطاع المنتجه اللي كتخلق لي واحد قيمه مضافه كبيره جدا هذاك القطاعات نخدم عليها استراتيجيه ديال 5 سنوات باش انه بالموازات مع يعني ما تقوم به الحكومه باش اننا تكون عندنا واحد السياده مائيه يكون عندي قيمه مضافه اكبر للقطاعات الاخرى. طيب خليني هذا السؤال ناخذ تفاعل ديال سي محمد جدري، يعني حنا بحال دايرين واحد البرين ستورمين يعني دايرين واحد العصف ذهني كنحاولوا من خلاله نفهموا، وايضا انتم كمتخصصين تقترحوا واش الامور جامده او فعلا هي قابله لاعاده النظر. ما الذي يمنعنا ان نركز المجهود وان نراهن على قطاعات اخرى ونستثمر فيها حتى تعطينا القيمه المضافه التي نفتقدها في النشاط الفلاحي اللي كيبقى مرهون بالسماء؟ لا وشوف هو غير باش زعما بكل موضوعيه وكل تجرد، هو العادي في المملكه المغربيه بعد اثار ديال الجائحه والاثار ديال التضخم والاثار ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه وهالجفاف اللي ما عرفوش المغرب اكثر من 6 سنوات والزلزال ديال الحوز، العادي هو خاصنا نخرجوا للسوق نلقاو الخضره والفواكه، هذا هو العادي. ولكن الحمد لله ان هذا المجهود اللي قامت به المملكه طيلة 20 سنه الماضيه هو اللي خلى عندنا هذه الصلابه اللي على الاقتصاد الوطني ديالنا. علاش؟ لان باش انك تستورد الحبوب ولا تستورد واحد المجموعه من الامور، هذا الشيء درناه طيلة 20 سنه الماضيه هو اللي وصلنا لهذا المستوى. اتكلموا اساسا عن قطاع ديال صناعه السيارات لان انتقلنا من مجرد بلد يركب السيارات الى بلد يصنع السيارات. اليوم عندنا قيمه مضافه المحليه تتجاوز 64%. اليوم الحلم ديال مليون سياره اصبح على مرمى حجر. اكثر من ذلك تصنيع سياره مغربيه ميد ان مروكو اكثر من ذلك بغينا نمشيو الى مليونين سياره من 2030. هذه امور اللي هي اساسيه. صناعه الطائرات اليوم ما كايناش شي طائره في السماء تحلق
يعني في اوروبا او ما في ما فيهاش صناعات في طنجة او مثلا في الشمال احنا عندنا الرياضة افريقيا وعندنا رتبة 20 عالم مهم جدا. كل ما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية هي امور اساسية لان قطاع السياحي ديالنا استعاد العافية ديالو بسرعة اللي هي كبيرة، وبالتالي حققنا السنة الماضية اكثر من 4 مليون سائح وغنوصلوا الى 26 مليون سائح في افق سنه 2030. الصناعه التقليديه لاول مره في تاريخ المملكه كتجاوز الصادرات ديالها مليار ديال الدرهم. هذه امور اللي هي اساسيه، الصناعه الغذائيه ديالنا، كذلك الصناعه الاستخراجيه ديالنا كل ما يتعلق بالفوسط والمعادن حتى هي مشينا فيها بشكل كبير. هذه الامور مجتمعه هي اللي خلات اننا نعزز الميزان التجاري، كنربحوا فيه واحد 4-5 نقاط. يعني مثلا اليوم عندنا 65% من الصادرات ديالنا كتعوض لنا الواردات ديالنا. ولكن طيب هادشي كله زوين، ولكن اليس بالامكان افضل مما كان؟ واش غاديين غاديين نسمعوا الوتيره؟ هذه الصناعه الثقيله، لانه حنا متعاقدين مع يعني كحكومه وكبلد هو متعاقد على 2035. صحيح، نشوفوا فيها قريبه وعندنا نموذج تنموي ورسمي، يعني لا ممكن نوصلوا 2040، نوصلوا ل 2040 دابا الا مشيتي من دابا بهذا لا مشكل. لا باش نكون واضح، لانه قصه وبناء 2035 ما كانتش الجائحه درجه اساس بحال شي متحدث رسمي يا سي. لا بالعكس لا بالعكس اختي ايمان تعرفيني جيدا. حنا شوف اللي كاين كنقولوه غير هو انا نعاود اكررها، انا اللي كيحز في النفس ديالي شنو هو اللي كيحز في النفس ديالي هو اننا كنديروا مجهود كبير في صناعه السيارات، وكنديروه في الطائرات، وكنديروه في السياحه، وكنديروه في الصناعه التقليديه، وكنديروه في الفوسفات، ولكن هذا الشيء ما كيبانش على المغاربه. علاش؟ لان الفاتوره الطاقيه ديالك فاتوره باهظه. سنه 2022 راه تجاوزنا فيها 15 مليار الدولار. 15 مليار الدولار هي باش روسيا نضمات كاس العالم ديالها. شنو كنا نقدروا نبنيو بها؟ رقم اللي هو ضخم ضخم جدا. مثلا على سبيل المثال الصناعات الغذائيه ديالنا، هذوك المواد الفلاحيه اللي كنصابوا حنايا، السنه الماضيه صدرنا 83 مليار. تخيل معايا الفلاحه كلها خدامه وكتصاوب، صدرنا 83، ولكن لان السنه الفلاحيه اللي هي ما مزياناش استوردنا غير من الحبوب ديالنا ومن القطاني ومن الشعير ومن الذره اكثر من 86 مليار. يعني ما اصلا ما وصلناش حتى لذاك الشيء اللي صدرنا، ما وصلناش ليها. وبالتالي اليوم هذه الصلابه هي عندنا، ولكن انا اعيد واكررها، الا ما حليناش الاشكاليه ديال الماء والاشكاليه ديال الطاقه ديالنا، لان الامور هي اساسيه. لان غدا هو كيخليك متحكم في قرارك السيادي وفي قرارك المالي الاقتصادي والمالي. لان غدا مثلا صندوق النقد كيجي عندك يقول لك شوف غدير التعويم، اليوم حنا كنقدروا نقولوا ليه ما غنعوموش اليوم لان باقي نتحكم في القرار ديالنا، ولكن غدا فاتوره الطاقه توصل لمستويات اللي هي قياسيه يقول لك عوم غتعوم، وغنمشيو الى ما ذهبت اليه تونس والى ما ذهبت تركيا والى ما ذهبت اليه مصر لا قدر الله. وبالتالي امور كنظن بان نمشيو فيها. حنا فين عندنا المشكل؟ هو في هذه الاوراش الاصلاحيه اللي هي كبرى كنبقاو كنتقهقروا شويه، ما كناخذوش هذاك الشيء، يعني ما اخذتش نمشيو فيه واحد السرعه اللي هي متناهيه. مثلا اليوم مثلا ملي كندوي مثلا على هذا الشيء ديال الطاقه ديالنا وديال الماء، هذه امور اللي هي مهمه، ولكن بالموازاه معها مثلا اليوم كندوي مثلا على اصلاح انظمه التقاعد، كل يوم كنأخروا فيه كنضيعوا فيه ملايين ديال الدراهم، كيكون مكلف اكثر. هذه مشكلة مدونه الشغل حتى هي في امور اساسيه. وبالتالي اليوم خاصنا نسرعوا الخطى، وخاصنا نديروا مع المغاربه خطاب ديال الوضوح والصراحه. مثلا حنايا كنا شي قلنا في اباني ملي كان القانون المالي كيقول على 3.7% ديال النمو في هذا الباطو، هذا قلنا ما غنحققوهاش، ما يمكنش، لان ما يمكنش تحققها وانت مرتهن بالسماء. وهذه السنوات الماضيه ما عمرك حققتي 75 مليون قطعه من الحبوب، وبالتالي ما حققتيهاش 2022 2023 وغتحققها في 2024 ما يمكنش. وما كاين حتى مؤشرات تقول بان الوضع سيتغير. نذهب الى الدار البيضاء من جديد وضيفي الاستاذ الطيب عيسى، نتكلموا على التضخم. يعني هذا التضخم اللي هو كان شبح طبعا أثر وألقى بظلاله على القرار الاقتصادي وأيضا على هوامش التدبير والفعل ورد الفعل، اليوم نقول بأنه أو تأكد بأنه التضخم يواصل انخفاضه، وصل إلى أدنى مستوياته خلال الربع الأول من السنة الجارية، وكاين أرقام جات بلا ما ندخلوا في تفاصيلها، يعني كما جاءت في هذه الوثيقة ديال المندوبية السامية للتخطيط. كيف تتفاعلون مع الأرقام
بخصوص التضخم، وبأي منطق يعني إذا ما وصل هذا التضخم انخفاضه فسنكون أمام يعني فرصة أو فرص بالإمكان استغلالها لتحقيق تقدم على كثير من الأصعدة والمستويات؟ طبعاً التضخم يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ويعني يؤثر كذلك على القدرة الشرائية للمواطن، وهذا هو المهم كذلك. وكنعرفوا أن وصلنا لواحد مستويات تاريخية وقياسية اللي وصلنا ل 10% اللي ما عمرنا وصلنا لها. كنعرفوا أن تاريخياً التضخم في المغرب كيكون بين 1.4 1.5، هذا هو يعني تاريخيا هذا هو اللي كان. الان وصلنا واحد انفلات اللي وصل ل 10%، والان بدا كيتنازل يوصلوا 6%، وربما نوصلوا اقل في من هنا لنهايه السنه يعني 24، ويزيد مازال ينقص شويه في 25. لكن عموما التضخم يؤثر سلبا على القدره الشرائيه ديال المواطنين، وكذلك ما ننساوش ان في هذه الفتره الاخيره رفعنا كذلك نسبه الاستيعاب المرجعي للبنك المركزي المغربي اللي كان 1.5%، بدا كيطلع حتى وصل 3%. شنو هو المعنى ديال هذا؟ المعنى ديالو ان الابناء التجاريه غتقرض المستهلكين وكذلك الشركات واحد السعر اعلى، بمعنى ان من 3% غيوصل ربما 5% ولا 6% ولا اكثر. وهذا شنو هو المعنى ديالو؟ المعنى ديالو ان الاستهلاك غيقل، لان المواطنين ما غيكونش عنده القدره باش يقدر باش يستهلك، وبالتالي الاستهلاك على المستوى الوطني غيقل. وهذا الان ملاحظ، ملي كتسول اي واحد في التجاره يعني التجار كلهم كيقول لك راه الحركه راكده، بمعنى ان ما كاينش واحد استهلاك، واحد رواج استهلاكي على المستوى الوطني. ومن جهه اخرى يؤثر كذلك على الشركات وعلى المقاولات وعلى الاستثمار، بمعنى ان هذاك اللي غيستثمر، الشركه اللي غتستثمر خصها تقترض واحد التكلفه عاليه اللي هي 5% ولا 6%، وهذا طبعا كيخليها كتؤجل الاستثمار الى السنوات المقبله. وشنو كيوقع؟ ملي الاستثمار كيضعف خلق فرص الشغل كذلك كتضعف، بمعنى ان الاقتصاد ديالنا يخلق فرص شغل اقل. صح. وطبعا ملي كنخلقوا فرص شغل اقل كيزاد البطاله. صحيح. وكنعرفوا ان الان وصلوا البطاله 13%، والان وصلوا 13.7%، بمعنى ان البطاله كذلك كتزاد. وهنا ننتقل من ازمه اقتصاديه الى ازمه اجتماعيه، لان البطاله طبعا تخلق هذه الأزمة الاجتماعية، وهذا كله طبعا يربك الاقتصاد الوطني. ونتمنى أن نصل إلى واحد المرحلة ديال الركود التضخمي. نعم. بمعنى أن التضخم كاين وفي الوقت كاين ركود، يعني لا ستاغفلاسيون، يعني كاين الانفلاسيون كاين تضخم، وفي نفس الوقت ركود تضخمي ضعيفة جدا. وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة يعني نسبة البطالة، وهذا الذي نلاحظه الآن. إذا لاحظتي أن نسبة البطالة كانت 8% قبل 4 سنوات، ومن بعد 9%، ومن بعد الآن وصلت 13%، وزادت 13.7%، وربما من هنا إلى السنة قد تصل لا قدر الله إلى 15%. وإذا شفنا عاوتاني في هذه التركيبة ديال التضخم ديال يعني البطالة، كنلقاو أن الشباب خاصة والشباب يعني خريجي الجامعات وكذا هما الذين يعانون اكثر، وهذا يزيد من تفاقم يعني الازمه الاجتماعيه، لان الاسر اللي كانت تنتظر من ابنائها يوصلوا للشغل ويعاونوها يعني كتصطدم ان هاد الابناء ما كيشتغلوش، هما لا يشتغلون. هذا يشكل ازمه اجتماعيه بالاضافه الى الازمه الاقتصاديه. طبعا الاقتصاد وكل ما يبذل من مجهودات، شكرا لك، سنعود اليك استاذ طيب اعيس، كل ما يبذل من مجهودات في الاقتصاد في نهايه المطاف الهدف هو الخدمة أو خدمة الجانب الاجتماعي. فعندما نقول بأنه بسبب تضخم وأمور أخرى وصلنا في نسبة البطالة ل 13.7%، وكاين حتى توقعات ربما تقول أو تؤكد على ارتفاع هذا الرقم مستقبلا إلى ما وجدناش حلول للوضع
الذي أفرز لنا هذا الرقم. ناخذ تفاعل أيضا فيما يتصل بالتضخم وبالتعامل مع التضخم الذي هو في نهاية المطاف وسمة الاقتصاد الدولي في الآونة الأخيرة. هو أكيد أستاذة إيمان حين نتكلم على التضخم فنحن نتكلم على يعني إشكالية إما أننا جبناها من الخارج وبالتالي فكانت تأثروا بارتفاع الأثمان على الصعيد الدولي أو يعني تضخم داخلي اللي تكون الإشكالية عندك يعني في الداخل، واللي معروف هو أنه منذ يعني بداية سنة 2023 وحنا تنعرف بأن الإشكالية الكبيرة جدا اللي عندنا في الاقتصاد الوطني هو التضخم الداخلي. فاليوم إلا كنا تنشوف بأن التضخم رجع يعني أقل المستويات دياله يعني منذ سنة 2023 فربما أسباب يعني نقدر نلخصها في نقطتين مهمتين جدا. النقطة الأولى هي فيما يخص يعني لوطو ديريكتور ديال البنك المغربي او النسبه ديال القروض ديال البنك المغربي اللي احنا تنعرفوا بانه فاش كنرفعوا النسبه راه النتائج ما يمكنش اننا نشوفوها في 3 شهور ولا 6 شهور ولكن يعني كنبداو نشوفوها انطلاقا من 12 شهر حتى ل 18 شهر. فالا شفنا الوقت اللي رفع فيه بنك المغرب يعني نسبه القروض يعني في نهايه 2022 فاليوم تنشوفوا النتائج بقات كتبان. ايضا واحد المعطى مهم جدا هو انه تنعرفوا بان الصادرات ديال الخضروات المغربيه يعني في نهايه 2023 كانت هناك يعني في موريتانيا كان هناك قرار انهم يرفعوا التسعيره ديال الجمركيه وبالتالي فحتى يعني الحد من الصادرات اعطى هذا الانخفاض ديال يعني الاثمان على الصعيد الوطني. فاليوم اعتقد بانه من المهم جدا انه نديروا واحد لا ماتريس واحد لو طابلو ديال انه نشوفوا الحاجيات. اعتقد بان الحكومه لها هذه الارقام يعني عندنا الحاجيات ديال الحاجيات الداخليه وعندنا يعني المغرب يعني متطور جدا في الصناعات الغذائيه ومتطور جدا والدليل على ذلك في الطماطم يعني المغرب في الصادرات نحن يعني يعني في الصف الثالث على الصعيد الدولي من بعد البرازيل ومن بعد هولندا وبالتالي فالجوده ديال الفواكه ديال الخضروات المغربيه معروفه على الصعيد الدولي. ولكن اليوم هو انه التحدي واعتقد بانه من الممكن اننا نلقاو هذيك الموازنه ما بين انه نغطي السوق يعني الاحتياجات ديال السوق الوطنيه وأصدر باش انه صحيح بانه الاقتصاد الوطني خصنا عمله صعبه وبالتالي فخصنا الصادرات ولكن ايضا خص انه كيفاش اننا نكون عندنا يعني اكتفاء وطني اكتفاء وطني على الاقل انه ما يكونش هناك الارتفاع لانه حتى فاش وصلنا يعني في نهايه سنه 2023 سالينا السنه ب 6.1% كنسبه تضخم اعتقد فالسبب راجع يعني للفواكه والخضروات اللي كانت اكثر من 12% وبالتالي فاليوم احنا عارفين الاشكاليه فاليوم يعني كاين الامكانيه هو انه كيفاش اننا غادي يعني نساهموا في ان هذيك نسبه التضخم توقعات ديال القانون الماليه سنه 2024 تيقول بانه غادي نساليو السنه ب 2.5% اعتقد بانها نسبه مقبوله بالموازات مع يعني ما قامت به الحكومه ايضا من يعني بعض الامور اللي هي ايجابيه جدا ك يعني الدعم ديال القطاع الفلاحي الدعم ديال الاعلاف ايضا الدعم ديال القطاع ديال النقل وبالتالي فهذه الامور مجتمعه كتعطينا بانه ممكن اننا يعني تحكم في نسبه التضخم انا غير إلى سمحتي لي نتفاعل مع الأستاذ جدريب بخصوص أنه يعني أن اليوم يعني في الطبيعي أنه كان خصو يكون عندنا إشكال في الفواكه. أنا أعتقد بأنه هذه هي المسؤولية ديال الحكومة وهنا فاش نتكلموا على التسيير لأنه اليوم المغرب واحد القوة ناعمة الجميع يعترف بأنه الاقتصاد الوطني واحد القوة ناعمة اللي عندنا واحد المستقبل كبير جدا وبالتالي فحتى طريقة التسيير خصنا أننا نغيروها باش تتماشى مع الطموحات كل لحظة من اللحظات يكون نوع من التكيف مع التكيف مع الإكراهات مع الظرفية لأنه المغرب تنعرفوا أيضا القوة ديال المملكة المغربية والمكانة ديالها الدبلوماسية على الصعيد الدولي وبالتالي فهذيك القوة ديالنا خصنا أننا نستعملوها باش أنه ممكن أن هذا الرخاء يمشي حتى للمواطن المغربي. انا اعتقد بانه مع يعني عندنا مونديال 2030 عندنا كاس افريقيا 2025 الى المواطن المغربي البسيط ما وصلوش هذاك يعني الرفاه
في هذه الوقيته فوقاش غنوصلوه؟ علاش؟ لاننا تنتكلموا على استثمارات مهمه جدا، واليوم راه يعني الاش سي بي راه قال في التقرير ديالو بانه من بين الامور اللي ساعدات انه هذا التوازن وقع هو انه كاين هناك استثمارات عموميه مهمه جدا اللي ساهمت في قطاع البناء مثلا عندها علاقه الى اخره بهذه المواعيد 2025 2030 وايضا بزلزال بزلزال الحوز. يعني كاين امور اللي ربما كنا كنشوفوها من الزاويه السلبيه فاذا بها تحويل يعني امورا مهمة جدا وإيجابية. نعطيوه يجاوب على راسه. لا 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 واحد اللابوس اللي ماشي ديالو. انا فقط لانه اليوم تنشوفوا حتى الميزانية ديال ثلاث سنوات او خمس سنوات ودائما شنو غتلقى فيها؟ النهار يعني السنه اللي كيطلع فيها القطاع الفلاحي كينزل الاخر اللي كينزل هذا. لا ولكن علاش زوينه ما كنجيوش ونقولوا من حسن حظ هذه الحكومه انه صادفت امورا ايجابيه وساعدتها، ومني كتكون شي امور سلبيه تنجو ولا حول ولا قوه لها لانها لا هادشي قلنا لا صادفت امور سلبيه. هادشي قلنا غادي نعطيك طبعا باش تفاعل غير هو غنطرح يعني سؤال ومنه ستتفاعل. اليوم ملي كنجيبوا هاد التقديرات او هاد الارقام المرتبطه بالربع الاول وكنكشفوا عليها، واش الهدف هو انه تخاد بعين الاعتبار ويتم التفاعل معها ويتخاذوا قرارات ربما جديده او تقييم وتقويم تقييم يعني يكون تقويم، واش كيبقى عندنا هامش؟ واش كناخذوا بعد هامش التقويم وتقوم الحكومه بتقويم سياساتها وقراراتها لما تبقى من هذه السنه؟ لا غير شويه غير شويه, شوية. ما كياخذوش ماشي شي تقويم ما كياخذوش بعين الاعتبار اساسي، لان ملي كنا كنقولوا اليوم هادشي ما غيدارش وغتضخم راه في مستويات قياسيه وخصكم ديروا اجراءات ضريبيه وخصكم ديروا هذه، كانوا كيديروا واحد الادنيه صماء. كنظن بان المندوبيه السامية كتقوم بدورها ان هي عندها مذكرات اللي هي فصليه كتقوم بها، هذه امور مهمه كتخلي المقاولات والمقاولين انهم يشوفوا شنو كاين فيزيبيليتي في الايكونومي في الفصول اللي هي قديمه. انا غير باش يعني فهادشي ديال التضخم دابا اليوم وصلنا لواحد المستوى تنازلي لاول مره منذ يعني الفصل الثاني من سنه 2021 وصلنا اليوم 1.1%، يعني رقم رجعنا للمستوى اللي كنا فيه هذه 20 سنه، ولكن هذا الرقم هذا انا كناخذوا بحذر. علاش بحذر؟ لان عندنا واحد مجموعه من الامور اللي هي جايه مستقبلا اللي ممكن انها ترجع التضخم يرجع لمستويات اللي هي غير مقبوله 3 أو 4%. علاش؟ لان اول حاجه واللي هي كانت عندنا لان اليوم عندنا تضخم اللي هو داخلي، عندنا مشكل في المعروض من السلع، اليوم عندنا واحد السنه اللي هي جافه، وبالتالي صحيح ان من هنايا الجوان ولا جويي ولا اوت ما غنلقاوش الخضر والفواكه والحبوب القطاني بشكل اللي هو كاين على المستوى المحلي وبالاثمنه التي نرجوها وغنجيبوها من الخارج وغنبيعوها للمواطنين بثمن اللي هو مرتفع. هذا الامر دابا غير على ابواب عيد الاضحى غنجيبوا ثاني الاغنام، هذا امر غنستوردوا كذلك اللحوم الحمراء وغنبيعوها. الامر الثاني اللي هو كذلك اللي هو اساسي هو ان هذا الحوار الاجتماعي اللي هو كاين اللي عطانا الناس 950 درهم قطاع التعليم وعطانا 500 درهم للناس، يعني كندوي على المرحله الاولى 500 درهم غنعطيوها اليوم في يوليوز المقبل. هاد الناس راه ما غيمشيوش يخزنوها، راه غيمشيو يشريو بها السلع وخدمات، وبالتالي ملي غيشريو واحد المجموعه من السلع واحد المجموعه من الخدمات راه غيرتفع يعني الطلب على مجموعه السلع. ملي كيرتفع الطلب علاقه الطلب بالعرض وبالتالي كيرتفع الثمن. الامر الثالث كذلك اللي هو اساسي هو ان الحكومه هي مقبله على اصلاح صندوق المقاصه، وبالتالي اصلاح اجلو شهر شهرين فينا فينا جاي جاي فينا فينا، وبالتالي ملي غنصلحوا اصلاحوا حتى هو غيخلي ان الاسعار واحد المجموعه من السلع انها ترتفع، وبالتالي في نهايه المطاف يعني اذا مشينا من هنايا كنظن نهايه السنه في واحد 3% ديال التضخم كيبقى واحد الرقم اللي هو مقبول. ولكن باش نقول للمغاربه بان دابا حنا في 1.1% ولا غنبقاو فيها، هذا كنظن بان شيء اللي هو ما غنبيعوش لهم الوهم وهو مجانب للصواب يعني كم. وبالتالي اليوم كنظن بان حتى لو نهينا السنه 3% للتضخم كيبقى مقبول مقارنة مع 0.6 ديال 2022 ومع 0.1% ديال 2020. والامر الرابع اللي هو مهم ودعو عليه السي ادريس هو ان موريتانيا
حيدات الرسوم حيدات الرسوم كنت غن رجعت عقب ايه فعلا رجعت البارح رجعت وبالتالي وبالتالي واحد مجموعه من مصدر المغاربه غيمشيو عاد يصدروا واحد الخضره والفواكه وحوم بريطانيا والسوق المغربيه غتلقى بان ما كاين واحد السلع وبالتالي عاد غادي يرتفع الثمن ديالها وغتولي الخضره فيها جوج ارقام نهار يعني هذا الخضره فيها جوج ارقام فايت 10 دراهم باقي المواطن المغربي مع العلم غير جمله باش نمشيو جملة غير مع العلم أنه في مجلس المنافسة تكلم على الإشكالية ديال أسواق الجملة صحيح درنا عليها حلقة الأسبوع الماضي وبالتالي فهذا أيضا أمر مهم جدا وعنده علاقة بالتضخم طبعا طبعا أسواق الجملة وكيفاش خصني تعاد فيها النظر المنظومة التسويقية ديالنا فيها مشكل كبير طبعا المنظومة التسويقية بشكل عام سأذهب من جديد إلى ضيفي في الدار البيضاء الأستاذ الطيب عيس وأعيد طرح نفس السؤال اللي تفاعل بخصوصه الأستاذ محمد جدري والمتصل بأهمية يعني أن نحصل على كل الأرقام والمعطيات الإحصائية وبشكل فصلي يعني إلى أي حد هي تشكل فعلا أرضية مضامينية حتى تعدل الحكومة من بعض الأمور حتى تغير حتى تتخذ قرارات معينة نتفادى بفضلها قدر الإمكان ما هو سلبي ونبحث عن الإيجابي رغم أن يعني فرق هناك فرق بين التوقعات وبين الواقع. هذا سؤال جد مهم أستاذ إيمان لأن هذا يتعلق بتقييم السياسات العمومية يعني أي سياسة عمومية إلا يلزم تقييمها وهذه الآلية ديال التقييم مازال ما دخلتش عندنا في المغرب بواحد الشكل كبير جدا وهي من المسائل الثانية اللي كتطوح على المستوى العالمي يعني أي سياسة عمومية درناها كيفاش نقيموها وكيفاش باش نصلحوا ما يمكن إصلاحه ونراجع ما يمكن مراجعته إلى آخره فمثلا على المستوى الفلاحي تكلمنا على ان هذا التضخم من بين مسائل ديال التضخم طبعا هناك واحد جزء من التضخم مستورد ولكن واحد جزء كبير هو محلي بمعنى ان الانتاج عندنا ضعيف يعني مثلا الانتاج الفلاحي الخضروات واللحوم الى اخره نقص واحد شكل كبير والثاني زاد من يعني التضخم ولكن علاش كاين هذا النقص هذا لان كانت عندنا واحد المجموعه من البرامج برامج مثلا المخطط الاخضر وغير ذلك خاص الان تقييم ديال هذه البرامج يعني نديروا واحد الجلسه علميه نقيم هذه البرامج ما لها وما عليها فين نجحت فين فشلت باش نطوروا هذه البرامج بواحد الشكل كبير جدا وهذا يسري على كل البرامج اللي دات على مستوى السياسه العموميه سواء على مستوى الفلاحه على مستوى الصناعه على مستوى السياحه مثلا السياحه واحد المده احنا كنقولوا ان السياحه يعني عندها غنوصلوا لواحد المستوى معين 10 مليون 15 مليون 13 مليون الى اخره واش فعلا كنوصلوا ليه ولا غير كلام يعني وهنا كله كنرجعوا لهذه النقطه الاساسيه ديال ضروره تقييم السياسات العموميه ونبنيو عليها باش نوصلوا للنتائج اللي مرجوه من هذه السياسات ونتفاداو الاخطاء اللي كانت ماشي عيب ان نخطئ لكن العيب هو ان نستمر في الخطا صحيح وان دور الحكومه هي ان تراجع دائما سياساتها كل في كل فتره وفي كل مرحله ولكن لا يمكن ان نقوم بذلك الا ما عندناش واحد اليات علميه يعني مدروسه يعني اعطت نتائج ديالها على المستوى العالمي ونطبقوها على المستوى الوطني ونديروا هذا التقييم ديال السياسه باش نخرجوا النتائج اللي مرجوه وطبعا نطوروا الاليات ديال السياسه ديالنا والاليات تبقى السياسة في مختلف السياسات العمومية باش دائما تجويدها الهدف دائما هو تجويد هذه السياسات اللي فعلا أن تصل نتائج هذه السياسات إلى المواطن البسيط هذا هو الهدف المواطن سواء في المدن أو في القرى تصلوا نتائج ديال هذه السياسات العمومية أن يلمسها بشكل مباشر في حياته اليومية إنه سياسات عمومية بدون أثر لا معنى لها ولا جدوى منها السياسات العمومية كي خص تعطينا الأثر وتتسم بالنجاعة مازال عندي طور دو طابل الأخير غنتكلموا فيه على معدل النمو على أساس سنوي المتوقع نهاية هذه السنة واللي هو مستقر عند 2.7% واش هذا جواب نهائي يعني هذا
هذا قدر او مازال عندنا هواش عند الله. احنا كلنا عند الله. لا هو ماشي قدر محتوم غير هو. كيفاش نقدروا يعني احنا من خلال هذا التمرين اللي درناه اليوم انه نطمحوا لما هو اكثر بنهايه هذه السنه؟ شنو الهوامش المتاحه؟ هو يعني اللي اكيد هو انه اليوم الارقام اللي كاينه تتاكد بانه ما غنقدروش نوصلوا للتوقعات ديال 3.7%. وبالتالي فمن الحكمه اليوم اننا نقولوا اعاده النظر في التحيين ديال التوقعات ديالنا على ضوء يعني المعطيات اللي كاينه المتاحه الحاليه على الواقع ديال القطاع الفلاحي في المغرب. وبالتالي فاليوم الاشكاليه ايضا هو انه فاش تنقولوا بانه النمو ديال الاقتصاد ديالنا ما غيوصلش ل 3.7%. فهذا يعني بشكل مباشر خصو يعطيني بانه لي غوسيت حتى هما غينقصوا الموارد الماليه اللي انا عوال عليهم غادي. وبالتالي فاليوم ايضا فاش تنتكلموا على يعني النسبه ديال لا برودكسيون ولا ديال الاستثمارات ديال تحقيق الاستثمارات العموميه، فاليوم كاين هناك واحد التسريع في هاد الاستثمارات. علاش؟ لانه كاين عندنا اجندا مع يعني المنتظم الدولي، وبالتالي فما عندناش اختيار. الا كنا شحال هذه ربما يعني في البنيات التحتيه وفي الاستثمارات العموميه تنقولوا راه غير بيناتنا يعني غير تروبورتا واحد غالبا كنوصلوا ل 79 80% ديال الاستثمارات اللي كتحقق، واحد 20% كتبقى تروبورتا. وبالتالي فاليوم عندنا واحد لاجوندا اللي خصنا اننا يعني نحترموها. اليوم اعتقد بان الحكومه مجبره على انها يعني تخرج من الصندوق وتفكر بطريقه اخرى على اساس على الاقل نوصلوا 3.2% يعني كنسبه نمو سنه 2024. علاش؟ لانه راه ما بقاش عندنا الحق في الخطا. علاش اليوم حين نتكلم على نسبه البطاله 13.7% راه اكثر من 1,600,000 يعني الف عاطل عن العمل. وهنا راه ماشي تنهضروا على المغرب كله، راه غير الناس اللي داروا واحد الطلب ديال سميتو وما لقاوش العمل. وبالتالي فاليوم الحكومه مجبره على ابداع حلول بشكل عملي وبشكل جماعي باش انه هذا القطاع ديال هاد الاستثمارات اننا نديروا استثمارات اللي منتجه للقيمه المضافه الكبيره جدا. اليوم المستثمر الاجنبي ايضا راه حنا يعني المغرب كاين في واحد الرادار كيشوفوا بان هذاك لو تو دو روندومون في ديك النسبه ديال العوائد ديال الاستثمارات شحال كتعطيني فاش كنمشي للبنيه التحتيه اللي المغرب غيمشي يخدم فيها. واش لو تو دو ريسك واش 9% 10% 15%؟ واش عندي القدره التنافسيه مع الدول الاخرى او لا؟ اليوم فاش تنتكلموا على شحال يعني الجامعات المغربيه كدير ليا ديال الناس اللي غيخرجوا سوق العمل، شحال كنهضروا على 400,000 حتى 450,000، شحال قدره استيعاب اللي عندنا في السوق؟ وبالتالي الى درت هاد المترابطات بيناتنا غادي نقول بانه مربط الفرص اعتقد هو انه ندعموا المقاولات الصغيره والمتوسطه في المغرب، لانها كتخدم اكثر من 75% ديال اليد العامله. صحيح ان القطاع الفلاحي مهم جدا، ولكن انه خصو يكون عندي البدائل باش انه هذه المقاولات الصغيره والمتوسطه فاش تنتكلموا على الاجراءات اللي دارت راه ما كاينش ولا مؤشر اللي كيعطيني بانه راه انا كنقوي هذا النسيج الاقتصادي الوطني. بالعكس كل المؤشرات تمشي في الاتجاه المعاكس. جوج دقائق عطينا في جوج دقائق الهوامش اللي مازال متاحه واللي خص فعلا نتحلاو بالشجاعه السياسيه، يعني هذا المدبر ديال الشأن العام ويقول هنا خصني نراجع توقعاتي ونربطها بالواقع وناخذ قرارات ونكون مبتكر في هذه القرارات وشجاع كذلك. في هذا الشيء ديال الشجاعه وديال الجراه، حنا خصنا اليوم نقولوا بان حتى هذيك 3.7% خاص الحكومه تقول بان راه غير كافيه، ما خاصش يكونوا فرحانين. دابا اصلا حنا ما واصلينش ليها. واخا نحققوها خاصنا نقولوا بان راه غير كافيه. وبان شوف راه خصكم عندكم الجراه باش نقولوا بان ما نفرحوش من وصلوا 3%، حنا خصنا 4 خصنا 5 خصنا 6%، لان عندنا 300,000 400,000 واحد اللي كيجونا كل عام الى سوق الشغل. وعندنا حنايا نقطة كتعطينا واحد 15,000 منصب شغل، يعني خاصك 10 نقاط باش انك تمسسوا النصف ديال اللي كيجيو كل سنة. هذا أمر ضروري خاصنا أننا نمشيو فيه بدرجة أساسية.
مجموعه من النقط اخرى اللي خصنا نشوفها، هي خصنا نسرعوا فيها الخطى ديالنا وخصنا نمشيو فيها الى الامام، هو ان هاد الاصلاحات الكبرى اليوم الحكومه للاسف هاد الحكومه هذه درجه اساسيه، لان هي كانت عندها واحد العقليه اللي هي مقاولاتيه، لا تتكلم ابدا عن الريع، لا تتكلموا ابدا عن الفساد، ما كدوش على المنظومه التسويقيه، هاد وسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتالون بازمه المغاربه ما كندوش عليهم نهائيا. وبالتالي اليوم انا كمستثمر اجنبي راه ما يمكن ليش نجي لواحد السوق اللي هو فيرمي. وشفنا اليوم مثلا مثال كنظن بان القضيه ديال بان حتى بنك اجنبي ما بقى عندنا في المملكه المغربيه، هذا راه واحد لو سين اللي هو نيجاتيف، هذا راه واحد الاشاره اللي هي سلبيه، لان هذا واحد المارشي اللي هو مسدود ومارشي مثلا اليوم مثلا كدوي على قطاعات اللي هي متعدده، غير مثلا قطاع محروقات على سبيل المثال، اليوم بغات واحد الشركه تدخل هذا القطاع كتقول لها خاص تكون عندك 30 محطه ديال الوقود، 30 محطه ديال الوقود راها ملايير من ديال الاستثمار، وبالتالي انا كشركه بغيت نخدم غير في الدار البيضاء بوحدها، ما الذي يمنع؟ بغيت ندير خمس سنين اليوم هاد لي بارير اللي عندنا، هاد الحواجز القبليه كتحرمنا من الاستثمار، هادشي ديال الفساد خاصنا نساليو معاه، الريع كذلك المنظومه كامله كلها قدوا بإضافة إصلاحات اللي هي كلية. اليوم هذا هو الشغل، أنا واحد السيد بغيت نخدم معاه ويخدم معايا، تكون عندي إنتاجية نعيط للناس، ولكن مش نعيط اللي يخدموا معايا وما تكون إنتاجية ضعيفة يوحلوا فيا، كون باش أنني بين قوسين باش نجري عليهم. والأمد وعلي السيد رئيس هو أننا ما نبقوش نخلطوا ما بين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة. علاش؟ لأن ملي كندخلوا بعضياتهم كندويو على مقاولة كتربح مليون سنتيم، كنقارنوها مع مقاولة متوسطة اللي كدير 100 مليون سنتيم، وتبي كندير واحد الدعم كندخلوا في المقاولات الصغيره جدا والصغيره والمتوسطه كياخذوها متوسطه، ما كيوصلش نهائيا لا الصغيره ولا الصغيره جدا. غنهي معاك يعني هنا كانوا نقولوا دي بيست اللي غتخلينا نربحوا، نقاط اللي غادي تخلينا نصلحوا اوضاع، وبالتالي نمشيو بخطى ثابتة نحو تحقيق الاهداف. جوج دقائق نعطيوها لك استاذ طيب عايز من اجل التفاعل كيف ما قلنا مع الهوامش المتاحه للتقويم. المغرب عنده هوامش هائله لتطوير هذا العمل ديالو، تطوير الاقتصاد ديالو، يعني المغرب طبعا ما غاديش نذكر بالموقع الاستراتيجي ديالو، وكونه عنده علاقات متميزه مع اوروبا مع امريكا، عنده التبادل الحر الى اخره، وان اي شركه في المغرب اي استثمار في المغرب يتوجه الى مليار مستهلك، هذه كلها مسائل. دابا خصنا نرجعوا للامر الواقع، يعني كيف يمكن ان ننزل هذا؟ عندنا عوائق اللي هي في تبسيط مصادر، مازال عندنا مصادر معقده، الرخص مازال معقده، يعني عندنا يعني واحد المجموعه من المسائل خاص الحكومه، هذا الشغل ديال الحكومه تستخدم عليه باش تبسط لنا هذه المسائل وان تيسر سبل الاستثمار، سواء بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للاجانب وبالنسبه للمغاربه اللي كاينين في الخارج، وما ننساوش كذلك مغاربه الخارج اللي كيساهموا بواحد القسط كبير جدا اللي وصل 115 مليار يعني هذه السنه. وهذه كلها مسائل مهمه جدا بالنسبه للمغرب، يمكن ان تقوي الاقتصاد المغربي. وكذلك عندنا الميجا فاكتوري، يعني الصناعات الجديده ديال البطاريات ديال السيارات ديال السيمي كونديكتور اللي بدات كتستثمر في المغرب، عندنا دابا اربعه ديال الشركات ديال الميجا فاكتوري اللي جات تستثمر في المغرب، هذه كلها امور جد مهمه جدا، ومجموعه من الدول باغي تستثمر ومستثمرين الاجانب باغي يجيو للمغرب، ولكن نبنيو هذه الثقه ونحيدوا الفساد والريع والرشوه، واحد المجموعه من المسائل التي تعيق الاستثمار، هذه مسائل مهمه والحكومه في يدها ويمكن ان تشتغل عليها، والا هذه نسبة النمو ديال 3.9% راه ما غاديش نوصلوا ليها، ما غاديش نوصلوا ليها اصلا 2.7، وبالتالي لابد من تدارك هذا الامر هذا باش نوصلوا حقيقة للنتائج المرجوة. شكرا جزيلا لك ضيفي الاستاذ طيب عيس عبر سكايب من الدار البيضاء، اشكر ضيفي الكريمين ايضا الاستاذ دريس علاوي والاستاذ محمد جدري، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وعلى الوفاء لميدي ان تي في. نلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.